احنا هنا بخاطب المصريين في كل مكان، لو سمحتوا احنا انا بدعوكم كمان تعالوا شوفوا اهليكم هنا في اسوان، تعالوا شوفوا اهليكم في الاقصر، تعالوا شوفوا الناس هنا بتعمل ايه. دول ولادنا ودول اخواتنا ودول اللي هم تعبانين بجد ودول الناس اللي بيعانوا بجد. وبدل انا مش هقول امنع انه حد يروح هنا، لا بس بقول لك لو سمحت تعالى هنا. هنا اولا بلد حلوة جدا، مناظر طبيعية جدا، هتتمتع جدا، هتيجي تقضي وقت ظريف جدا هنا في أسوان. بلد آمنة جدا، شعبها طيب جدا. على الأقل بقول لهم إحنا معاكم مش سايبينكم. أنا بدعو هنا كل واحد النهاردة مقتدر، كل واحد مصري عندنا أجازة جاية، تعالوا لأسوان، تعالوا شجعوا الناس هنا، تعالوا امسكوا يعني إيدنا في إيد أهلنا في أسوان. أنتوا هتبكوا والله العظيم هتبكوا، ما في حد هنا ما بيشتكي، ما في حد هنا. وطبعا ميزة الناس دي ما يقدرش يمد ايده، يعني هنا برغم انه بيعاني وعنده المشاكل دي كلها ما يقدرش يمد ايده يقول اديني.